بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ونسعد ونأنس بكم دائما. باسم فريق ابتسم نرحب فيكم في الحلقة 12 من برنامج همسات الثويني في جزئه الثاني، وعنوان حلقتنا اليوم أبشع جريمة. قبل أن ندخل في الحلقة دكتور، كيف حالك؟ نطمن عليك بعد هالانقطاع. الله يجمل حالك ويحفظك يا فهد، وكذلك احنا ننعم دائما ونأنس بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا، وإن شاء الله نكون كلنا بخير ومن يتابعنا. نبدأ دكتور ولا عندك شيء تبي تقوله؟ والله أنا حاب والله عندي أنت الظاهر قرأت أفكاري يا فهد، أنا صرت أخاف منك. أنا حاب أشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا على فضل علينا في الكويت. انتهينا من الأداء المراسم الانتخابات لمجلس الأمة مجلس النواب، فحاب أشكر الله سبحانه وتعالى على فضل علينا. كان يوم جميل ودافي وممطر، وسبحان الله شكرا لكل المواطنين الكويتيين اللي شاركوا ذاك اليوم. أكبر نسبة مرت علينا وأكبر نسبة تغيير، يعني فوق 60% تغيروا أعضاء مجلس الأمة. ربي يعني يغفر حق اللي مضى ويعين القادمين أن يتقون الله سبحانه وتعالى فينا وفي بلدنا الكويت. فنبارك للكويت كلها عرسها الديمقراطي أو عرس الانتخابات، وإن شاء الله تكون المرحلة الأربع سنوات القادمة طيبة كريمة فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود أبنائها المخلصين. فشكرا للجميع دون تخصيص. بإذن الله ننتقل دكتور إلى همستنا اليوم. نبدأ بالإحصائية الأولى دكتور، كان السؤال ما أكثر ما يفسد على الطفل سعادته؟ شارك ويانا تقريبا 700 شخص دكتور، 20% منهم اتجهوا إلى قلة اللعب، 33% اتجهوا إلى كثرة النصح، 10% اتجهوا إلى بعدك صغير عفوا أنا قريت غلط، و37% اتجهوا إلى الاتهام التقصير. فهد تذكر طفولتك؟ لأي سن يعني؟ إيه أذكر بل. من سنتين، خلينا نقول من سنتين إلى 12، تذكر أيامها وسوالفها؟ صح أذكرها. ومن ينسى؟ كل من يتابعنا أصلا يتذكر ذيك الأيام العجيبة الجميلة بأحوالها كلها. طبعا أنا اخترت هذه الحالات، طبعا عنوان اليوم اسمه أبشع جريمة. أبشع جريمة، اسمعني يا فهد، اسمعوني أبنائي وبناتي والرجال والنساء اللي يتابعونا. متى تكون الجريمة بشعة؟ عندما يتغلب طرف على طرف، عندما يكون طرف يملك القوة ويملك النفوذ ويملك التنفيذ، والطرف الثاني لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يذب عن نفسه ولا يستطيع أن يفعل شيء. وسبحان الله، تدري من عادات العرب ما كانوا يغدرون، ما يغدرون أصلاً، الذي يغدر يطرد لأنه يفشل، فكانوا يواجهون حتى في معاركهم. فكانت من صفات الإنسانية العالية أن الإنسان يواجه ولا يغدر. أما الصهاينة فهذا بيت الغدر، الصهيونية بيت الغدر، يرضعونها رضاعة، طبعا يرضعونها مع هم في بطون من حملهم. فإحنا يا فهد ليش سميتها، من الناس يقول طفولة، أبشع جريمة؟ لأنها بين قوي في بدنه وفكره ومعرفته، وبين ضعيف لين هين غض وليد، حدث صغير. نعم ننتقل إلى إحصائيتنا الثانية. أي أنا ودي أخلي شرح النقاط مع المعنى علشان لا ينفكون عن بعضهم. إحصائيتنا الثانية كانت دكتور، ما الذي كان يغضبك من والديك؟ شارك ويانا تقريبا 670 شخص دكتور، 57% منهم اتجهوا إلى المقارنة، أما 43% منهم اتجهوا إلى التفريق. أنا أشكر دائما أحب أشكر مشاركينا، حتى اللي يتفلسفون منهم، في منهم يتفلسفون. أي سؤال تحطه لازم يسوي له، يعني أكو ناس عندهم هذه الحالة، ما أدري غيرة، ما أدري هم هالشكل شايفين نفسهم فاهمين الدنيا كلها، يقول لك ما يصير الثنتين، طيب اختار واحدة، يعني
اكثر. طيب في واحده ثالثه انت ما قلتها. طيب وانت دخلت في نفسي، عرفت انا ماذا اريد؟ ويك واحده، ويك واحد يقول لك لا هذه من تلك. يعني المقارنه هي جزء من التفريق. يا معود حبيبي، هذا لحم وهذا سلطه، شاب هذا حق هذا. فاكو ناس تتفلسف وتلاقيه هو ما شاء الله يعني محاسب، خلص كليه الحقوق، تخصص محاسبه، ويعمل في المعاملات الدوليه، لا فاهم تخصصه، لا فاهم وظيفته، ويتفلسف عليك. ايش جاب المقارنه حق التفريق؟ هذا منهج وهذا منهج. نعم. فارجو من احبابنا لما اسالكم سؤال خذونا على قد عقلنا، وجاوبونا على قد سؤالنا، لا تتفلسفون، لان انتم تضيعون وتضيعون الناس وياكم. طيب ايش سويت انا الحين؟ ضيعتني انا دكتور. انا اللي سويته الحين بالضبط هو اللي قاعد نسويه بالاطفال. الطفل قاعد قدام ابوه وامه هالشكل، او قدام المعلم او المعلمه، بس نحن نتفلسف عليهم مو فاهمين شيء. فالطفل قاعد ها مبطل حلجه، حاضر ان شاء الله، وما يسوي اللي انت تبيه. تدري ليش؟ لان احنا قاعد نتفلسف، احنا قاعد نتفلسف. الامور سهله وبسيطه وميسره وفطريه، الله سبحانه وتعالى خلق الامور، الامور بسهوله، والنبي عليه الصلاه والسلام حثنا على الرفق والهون والسهوله، لكن احنا معقدين، احنا معقدين. تعرف شو معقدين؟ يعني تدري شنو يعني فهد؟ تدري شنو معنات المعقد او التعقيد؟ عباره عن سلسله من التصرفات الغبيه لما تجتمع مع بعضها فتعطيك شكل معقد ليس له حل. ليش؟ تقول احنا لأن غبية عبارة عن دكتور. سلسلة من التصرفات الغبية. فكثير من الناس يتعاملون بالتعقيد، يصعبون الأمور وهي سهلة. يا ولدي صلي الصلوات الخمسة وقول يا الله، الله خلاص، الله يعطيك الخير. لا، هذه الفرقة وهذه الجماعة. طيب ايش رايك ايش رايك بخالد؟ خوش انسان وطيب، لو تقدم حق اختي ازوجه. طيب لما اقول لك انه هو ينتمي للفكر الفلاني، اعوذ بالله، هذا ارهابي، استغفر الله العظيم. يا معقد، الحين توش زينه، توش حلو طعمه. تدري منو اللي يسوي الانقلاب هذه؟ منو دكتور؟ ساعه معك الصهاينه. شفتم سوى الحين خلال الشهرين اللي طافوا؟ يباركون حق المسلمين، يباركون حق العرب، ويببون لهم ويصورون معاهم. عيال الذين قتلوا اهلنا، ذبحونا، شتموا، سرقوا اراضينا، وسرقوا اموالنا، وسرقوا عقيدتنا، بس بمجرد ما جاءهم الكاش من الخليج، جاءهم الكاش وياتهم الطيارات. وهذول اصلا وين؟ هذا وين يركب طياره؟ وصخ، ما يعرف يغسل. الصهيوني، انا ما اتكلم عن ديانات، انا اتكلم عن هذا الكيان السياسي الصهيوني اللي زرعوه عندنا في منطقتنا عشان يسوي لنا مشاكل. لا فيهم نظافه، لا فيهم طهاره، لا فيهم ما يكشف. هذول عباره عن جريمه وجبن فيهم عجيب. جبن فيهم عجيب، لكن قادرين يسيطرون علينا ببيزاتنا. فهم ينقلبون، يوم تلاقي ضدك ويوم تلاقي معاك، ابد. شيء عجيب هذا هالمخلوق، هذا الصهيوني، هل كان هذا الجبان، هذا الضعيف، لاعب فينا. بس تدري لاعب فينا شلون؟ بضعفنا، بفلوسنا. فهد احنا شنو موضوعنا اليوم؟ عن الجريمه دكتور، عن ابشع جريمه، عن واسئلتنا على الاطفال صح؟ انا قاري ترى العنوان، ما ادري ناطره، انا للحين ناطره بس ساكت. والله شوف شوف، انا ابي عيالنا، انت ابنائي بناتي، تذكروا دائما ان اكبر عدو لكم بعد الشيطان نفسك الكيان الصهيوني، حتى يحرر المسجد الاقصى. اما غير هذا، اللي يقول غير هذا الكلام، هذا قاعد يعقد الامور ويخدع نفسه ويتصرف تصرفات غبيه. عدونا واضح، اللي ماش عدو قدامك ما تشوفه معناته انت قاعد تغيبه، ما تبي تشوفه، او قاعد دافع عن الغبي اللي يقول لك شوف هذا هذا. يا ناس خافوا والله، يا ناس خافوا والله، وربوا عيالكم صح. ابشع جريمه لما تربي الطفل غلط وتخليه يتبعك غلط وتضيع حياته. ندخل بالتفاصيل فهد؟ تفضل. والله انا ادري قاعد اسبب لك مشاكل يا فهد، بس اسوي بقى. يا ابو فهد، يا ابو فهد سامحوني سامحوني، انتم يعني ارتضيتوا لي بهالورده يكون معايا الهديه، بس شو نسوي؟ الموضوع شايد، اطفالنا قاعد يضيعون، لا قادرين، لا فاهمين، لا في تربيه في المدارس، لا في تربيه بالحواري، لا في تربيه بالمولات والاسواق، لا في تربيه بالعائله، ضاع.
ضاعوا باكر قدام الله، امام الله سبحانه وتعالى، عيالنا راح يشتكون علينا، عيالنا راح يشتكون عند الله سبحانه، يقول ابوي ما علمني، ابوي ما رباني، ابوي ما اختار احسن، ما اختار لي ام زينه، ابوي ما علمني اسمي ولا معناه ولا اختار اسم زين، ابوي ما علمني القران، ابوي ما علمني السنه، ابوي ما علمني الاخلاق، ابوي ما علمني، امي ما علمتني. يا ويلنا من ربي ذاك اليوم. ابشع جريمه يا فهد هي قتل روح الطفل، فيطلع هزيل مهزوز يهزم الصهيوني. كم يعجبني ذلك الطفل الفلسطيني لما يوقف حاسر عن فنيلته وعن صدره ويمسك في ايده حجر وحاط التلثومه ويركض، يركض على الجندي المدجج بالسلاح وعلى دبابته. يا سلام، لما اشوف، تدري فهد يصير عندي احساسين، لما اشوف هذا الفعل كم اكبره هذا الطفل الذكي القوي التقي، واستصغر نفسي انا اللي قاعد حدي اتكلم خلف الشاشه. لان هناك الجنه واحنا ضايعين، ضايعين لا جنه ولا نار، اسال الله سبحانه وتعالى العافيه. خمس امور يا فهد تسلب الطفل طفولته، وهذه جريمه. ابنائي ديروا بالكم، حبوا ابهاتكم، حبوا امهاتكم، وعلموهم شلون يعاملونكم. اساتذتي الافاضل المربين، دكاتره، مدرسين، معلمين، معلمات، انتم على راسنا من فوق. احسنوا التعامل مع الاطفال، التعامل مع الاطفال في اي مكان. التلميذ اللي عندك اصغر منك تعامله صح. واحد، سلب روح البسمه. اذا ما ابتسم الطفل هذه جريمه. طفل ما يبتسم شوفوا قايل لحد الان ما شال من هم الدنيا. اثنين، افساد اللعب. فهد، الطفل لازم يلعب يوميا على الاقل ساعتين لعب حركي وليس الكتروني. ثلاثه، قله الحركه. ادرس، اكل، اشرب، اقعد، تايم اوت، اقعد في ركن العقوبه. شو الخبال هذا؟ انسان خلق ليتحرك ليسعى. فالطفل اذا منع من الحركه الا لسبب، يصلي والصلاة فيها حركاتها، يكمل وظيفته، يكمل دراسته، لكن لابد أن يتحرك. عندما اقعد لا تتحرك، لما يصير، وإذا صار في جمعة يبون الطفل يصير جزء من الأثاث، قطعة لا تتحرك، ما يصير. هذا إنسان حرك، حتى الميت لازم يتحرك ولا يموت. خدشوا البراءة والعفة، تعريض البنين والبنات للمشاهد الخليعة. طبعا اليوم قاعد أختصر، أنا قاعد أعطي مجرد قشور لهذه الجريمة. تعريض البنين والبنات للمشاهد الخليعة، للألفاظ الخليعة، أو لللمسات الخليعة، من أكبر الجرائم. هذه جريمة رقم أربعة وهي تعلو، هذه جناية، يعني يعدم عليها. لازم الأب والأم والمدرس مثل يفتح النت واريهم الصور وأفلام خليعة وأفلام فيها قبل وفيها كذا. أبنائي بناتي، لا تشوهون عيونكم أو آذانكم بهذه المشاهد، عفوا نفسكم وقولوا أستغفر الله. الأمر الخامس والأخير وهو جرح الكرامة، تسفيه وتصغير الطفل، إلغاء شخصيته، إلغاء كيانه، وتحويله إلى أرجوحة تعبث بها الخادمة. هذه خمسة أمور يا فهد، إذا وهذه للأسف الآن موجودة في غالب المدنيات، أهل القرى، أهل القرى وأهل الأرياف وأهل الجبال، ما اعتراهم هذا يعني الحمد لله. بعض التطبيقات، الكلام اللي ذكرناه في السؤال، واحد، قلة اللعب ذكرنا، أنه ما تخلي، ما تعطيه حقه، لازم ينام ولازم يدرس ويأكل، لا، لازم يلعب كل يوم ساعتين بالإضافة إلى الواجبات. اثنين، كثرة النصح، ما يفهم، لا احنا نحسن الكلام ولا هو يحسن الاستماع. النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه قصير، يا غلام إني أعلمك كلمات، حين بيقول خطبة احفظ الله يحفظ، انتهى الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام كلامه، اعدلوا بين ابنائكم، بس خلاص ثلاث كلمات تعطيك نظام حياه كيف التعامل مع عيالك، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بعدك صغير يا ناس، بعدك صغير، بعدك صغير، بعدك صغير، متى تعلم؟ علمني بما يتناسب مع عمري، علمني ما يتناسب مع عمري، بين لي لما اكبر راح اسوي الشيء الثاني اللي يتناسب مع عمري، لا تلغيني لاني انا صغير والاتهام بالتقصير. دائما تبون تحسسون الطفل انه هو ما ادى الواجب اللي عليه، غلط وجريمه كبرى. شجعه وحفزه واشكر له اللي عمله وبين له انه يستطيع ان يعمل احسن من هذا، دون الاتهام بالتقصير، ولكن لا باس بالتنبيه والتذكير والتحفيز. واما المقارنه لما تقول حق واحد ليش ما تصير نفس فلان،
ليس تفريقا، هذه مقارنه انا ودي تصير، ممكن تقولها مع التحفيز راح اعطيك 100 دينار اذا صرت نفس فلان، هذا اسمه المقارنه، خطا كبير. قارن الطفل بنفسه فقط، واما التفريق لما تقرب واحد وتبعد واحد، هذه من اشكاله يا فهد، واكتفي بهذا في مقدمه حلقه اليوم. جزاك الله خير دكتور. ننتقل الى فقره الاسئله، وفي سؤال متعلق بالحلقه الماضيه طهر دربك من احد الشباب. نعم. يقول لك عمري 20 سنه دكتور، وانا وعائلتي مستقرين باحدى الدول الاوروبيه، الفتن تدور حواليني بشكل مستمر وبكل مكان، فكيف ممكن ان اثبت على الدين دكتور مع العلم اني لا املك المقدره للزواج؟ أسأل الله سبحانه وتعالى فهد أن يعف جميع البنين والبنات ويصبرهم ويوسع صدرهم ويشرح صدرهم بالإيمان والطاعة ويكفيهم. يا ولدي اسمعني، أنت عشت في بلدك ولا عشت في بلد غربة ولا في أي مكان، الله سبحانه وتعالى هو الفرد الصمد، هو موجود في كل مكان، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، الطاعة والعبادة لا يحدها حد ولا مكان. رقم ثلاثة، القضية إرادة، أنت تملك الإرادة. طيب ما الحل؟ الحل في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام القدسي الذي بيّن متى يكون العبد، اسمع يا ولدي ما تستطيع الزواج، اسمع الحديث هذا، كلنا نحتاج هذا، لأن حتى اللي موجود في مكة المكرمة شرفها الله أيضا يفتتن، وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتن، ما لم يكن الصحابة هناك وفتنوا، والله سبحانه وتعالى يفتننا أن يختبرنا. فيا ولدي اسمع، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا هدفي أكون حبيب لله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي شيء بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض، اسمع يا ولدي، حافظ على الفرائض في وقتها وعلى شكلها وبخشوعها وبتفاصيلها. ثم بعد ذلك: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالزيادات، حتى أحب، الزيادات التي جاءت على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى أحب أن يزداد حب عندي. الله سبحانه وتعالى يا ولدي يحبك وين ما تكون في الأرض، أينما كنت، حتى لو كنت فرد حالك. النبي عليه الصلاة والسلام كان فرد حاله، كان فرد حاله، بدأ إسلامه غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم. طيب ما النتيجة إذا أنا دكتور ثويني، مش كلامي، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا حافظت على الفرائض، حافظت على النوافل، اسمع، هني تأتيك عاد الهدية من الله سبحانه وتعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، لا تقع إذنك على الحرام، وكنت بصره الذي يبصر به، لا يقع نظرك على الحرام، وإن وقع لا تفتن، وكنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من هذا لا عنها، لو عيذن ولئن سألني لو عطن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا ولدي عليك بهذه الفرائض والنوافل، وأشغل نفسك بالعمل والاجتهاد والطاعة والأمر المعروف إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هواياتك النعم اللي الله أعطاك إياها، وأبشر بالخير، الله سبحانه وتعالى لن يردك إلا لخير ولخير إن شاء الله بإذن الله. أيضا سؤال من أحد الشباب دكتور، يقول لك شلون أتخلص من الملل حتى إذا كنت على طريق الخير أشعر أحيانا بالملل فأوخر عن هالطريق، فشلون ممكن أشغل نفسي دائما؟ أنا أجبت على هذا السؤال فهد من قبل، الملل خدعة، أو يسمى في علم النفس دفاع نفسي، defensive mechanisms، عشان أكون ناس يمكن ينتبهون. النفس هذه غريبة عجيبة، الله خلقنا في أحسن تقويم، النفس تكون مجموعة أسلحة، شفت الشباب يلعبون بالسوني يجمع سلاح أبيض ورشاش ودبابة كذا، النفس تملك نفس هذه الآلة، عندها دفاعات، واحد من هذه الدفاعات الألم، الدوخة، زغللة العين، الشعور بالغثيان، الإغماء، الرجفة، ها كلها أشكال من الدفاعات، الصراخ، صوت العالي، من هذه الدفاعات شيء اسمه الملل السام. نعم. فهو ماذا يفعل الإنسان؟ يمنع نفسه بمنطق شخصي عن شيء لا يريده، فاللي يقول أنا مليت، وإذا قال فقط مليت كذب على نفسه، هو لا يريد، خلاص لا يريد، الذي لا يريد ماذا يصنع؟ يريد، لا يفعل. أنت قاعد تشرب الشربة الأولى والثانية، ثم قلت لا أنا مليت وأنا أشرب وأكمل؟ طبعا لا. لا أريد أن أشرب، لا أريد أن، خلاص مليت معناته انقطعت، لا أريد. فاللي عنده هذه الحيلة النفسية عندك خيارين، إما هي فعلا أنت لا تريد فقل لا أريد، فقول حق صارح نفسك لا أريد، خلاص لا تفعل، منو أجبرك؟
أو إنها دفاع نفسي سلبي إنسى إلغي عنده، مثل وسوسة الشيطان لما يقول لك مليت قول أبدا، كيف مليت؟ ارجع من جديد، عاند نفسك. مع الوقت هذا الصندوق، صندوق الدفاعات النفسية، سيلغي فاعلية كلمة الملل، فلا تمل أبدا إن شاء الله. بإذن الله. سؤال دكتور يقول لك: من إحدى الأمهات، ابني عمره 9 سنوات، دائما ما يزعجنا في البيت بكثرة حركته، وأنا مترددة بإشراكه في إحدى الأندية الرياضية بسبب خوفي من بيئتها الغير ممدوحة، فما رأيك دكتور؟ وشلون روحي أقدر معه، أشغل روحي، لا 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 لا، شاركيه وروحي معه، روح ابوه معاه. انت تبون عيال حق منو انتم؟ ايه اسمعني انت وياه، تبون عيال حق منو؟ تتزوج واريد ان يكون عندي فريق كرة قدم، تجيب لك 12 طفل علشان تخليهم بالشارع؟ جيب طفل روح شاركه في النا، اختر له ناديا او منتديا او مكانا يتدرب فيه واذهب معاه. تطلعين معاه انت يا امه، روحي سالي عن مكان معقوله، ما في نادي، في ناس طيبين، كيف في ناس طيبين عندهم فكر وعندهم دليل. وفي اذهب الى المكان واختار، انتقي لابني مكانا طيبا. اذا لا ما وجدت فعلا بيئه، انتخب مدربا اجيبه عندي البيت يشرف على ابني. لكن لا تحرمونهم، لا تحولون عيالكم الى صناديق طماطم وبطاطس في البيوت. نعم. إذا إما تذهب معه أو تستأجر له من يعين على مثل هذا، على بركة الله. سؤال دكتور يقول لك: كيف ممكن أحافظ على ابتسامتي مثل حضرتك دكتور، مثل ابتسامتك الجميلة؟ لا 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 لا، هذا سؤال ملغوم. سؤال أنا مالي ملغوم. شغل، هذا سؤال مكتوب دكتور. فهد، للابتسامة أسرار، قاعدة أنا ألفتها وسوينا لها حلقة صح؟ صحيح. لكن انا عندي اسراري الشخصيه في هذه المساله. هذا سؤال مدفون، هذا اللي سال السؤال هذا ما شاء الله عليه ذكي جدا. عندي انا نعم. اسراري الخاصه، اقدر اقول لكم فقط 3 اسرار، بس مو الحين، اخر الحلقه، اخاف اتحمس او يروح الوقت مع الاسئله. لا خلاص. ساجيب، انا وعدت الناس اللي يسالني سؤال واقدر اجاوب عليه ساجيب. انا اقدر اجيب على فقط 3 اسرار من ابتسامتي الشخصيه، لكن اسرار الابتسامه افردت لها حلقه، بس ارجع الان في اليوتيوب حطوا اسرار الابتسامه 7، لكن عندي 3 اسرار مختلفه. دكتور سؤال يقول لك: ولدي عمره 9 سنوات، شلون أقدر أخليه شغوف بحفظ القرآن؟ وين ترشح مكان بالكويت أقدر أدخله كمراكز تشجعه فيها؟ ابدا بنهايه السؤال، بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذه، يعني هذا الحرص والنصح لابنك او اذا كان الوالد. وزاره الاوقاف عندنا في الكويت تبارك الله ما شاء الله عندهم مراكز تحفيظ موزعه على الكويت كلها، في مساجدها وفي مراكز خاصه للنساء والرجال والبنين والبنات، ويعطون مكافآت ماليه لما يحفظ بعد، عزز لهم. فبمجرد اتصال بوزاره الاوقاف يعطونكم اقرب مركز اللي عندكم، وهذا افضل شيوخ مشايخ مختصين، هذا الافضل. اما اذا اردت هناك تميزا اكثر، ممكن تستاجرين شيخ يجي الى البيت، محفظ يجلس معه ويحافظ على النظام التي تريدين. فالمسألة سهلة وبسيطة، لكني أنا لا، يعني لا أزكي مسجدا على مسجد أو مركزا على مركز، هو الأوقاف هم أدرى، هم ناس مستأمنين إن شاء الله، وهم أدرى نعم في مثل هذا الأمر، واستمروا على مثل هذا، فهذا من أفضل الأسلحة التي يتسلح فيها البنين والبنات، حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. شلون الجزء الأول دكتور من السؤال؟ نسيت، شلون تشجع؟ تحفيز، تحفيزه صح؟ شلون حفزه وشجع دكتور؟ بالتعريض، بالتعريض اعرض له الفكره وحفزه، ايش رايك؟ تعال شوف كتاب الله سبحانه وتعالى، شوف ماذا قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام، شوف الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يجني في الدنيا خيرا، وما اثره علي انا كأم وعلى والدك، وما اثره لك يوم القيامه، الترغيب، الترغيب في العرض. ثم بعد ذلك ايش رايك تجرب؟ رقم 2 فرصه التجريب، رقم 3 التحفيز، اعطيه الشغلات الحلوه اللي يبيها الى ان تصبح عاده عنده، ثم تتحول الى ايمانا وتصديقا واتباعا ان شاء الله. بإذن الله. سؤال دكتور يقول لك: من أحد الآباء، ابني عمره 10 سنوات، دائم نعم. اللعب بالألعاب الإلكترونية، ولما أقترح عليه إن نلعب لعبة بسرعة يشعر بالملل وخلاص يطلع يذهب يعني يوخر، فكيف ممكن أشعر الولد بالسعادة وأحافظ على صحته بنفس الوقت دكتور؟ اذا انا صح صدق عندي شيء نسيته، بس انا حابب عندي هدية بوريكم اياها. شنو دكتور؟
يا سلام يا سلام، هدية عجيبة عجيبة، هدية براويكم إياها. يا سلام يا سلام يا سلام. ترى معكوسة ما نقراها من هني. أيوة مضبوطة، الحين فلسطين عجب. هذه هني 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 نعم بالقلب تنحط هني. شوف شلون، شوف شلون استانست انت وابتسمت. اذا طبعا. اردنا ان نرغب الطفل نلعبه بهالطريقه، تعال خلينا نلعب مصارعه، مو قاعدين لكن بالترغيب اقول شوف ايش رايك، ايش رايك بهذه، والله حلوه الالوان، ايش رايك نصنع واحده مثلها. اذا هناك شيء يسمى مقدمات، رقم واحد. فاذا اردت ان احبب احدا خاصه الاطفال بامر ما، نعطيه المقدمات، المقدمات المشهيات. انت حين لما تروح حق مطعم يا فهد، مو يقول لك في شيء اسمه المقبلات، صحيح، ولا مباشره تدخل من برا على كبد الحاشي ولا الخروف؟ ما اقدر اتحمل على ما يجهز، وهذا على لازم طيب يحطون لك الخبزه، ويحطون لك الشوربه، ويحطون لك الزبده، ويحطون لك العسل، ويحطون لك بعدين السلطه، ويحطون لك، مش هذا اسمه؟ طبعا. كذلك ليش، ليش ام عبد الله لما تعزم احد تغثهم غث بالمقبلات، خاصه المقبلات اللبنانيه والسوريه؟ يا سلام ما شاء الله تبارك الله، ربي ان شاء الله يرجعها الى حالها الطيب ونروح. آمين. لما تيجي مع ولدها دب دفاشه على طول، ليش؟ لابد يكون في تقديم. فيا الوالد لما تقول له اترك اللعبه هذه، ضيعت عينك وصارت نظارتك وصار فيك وحده ودب ظهرك وكذا، تعال نلعب مصارعه. ما لا اريد، انت ثقيل دم يا الوالد، بس ما اقدر اقولها لك اصلا، انت ما تعرف، ما اقدر اقول. لكن لما تاتي يا سلام، ايش رايك، انا اريد ان ينحت مثل هذه، ايش رايك؟ اي والله يبقى حلوه هذه من ساعتها، ايش رايك نعمل مشروع بيني وبينك، ولما نبيعه نقتسم الميزانيه 50% لك 50% لي. يلا يا الوالد، شوف شلون، في مقبلات، في مقبلات، في مقدمات، في ارهاصات. فاذا يا ابو عبد الله تبي ولدك يلعب معاك، رقم واحد شيل، لا تاتي في لعب وقت الالكترونيات، وقت الالكترونيات خلاص خله، انتهى وقته، رفعت عنه الجهاز، قاعد ما عنده شيء يعمله، فاضي يريد ان يشغل وقته، ادخل عليه بالمقدمات مع كلمه حلوه وملاطفه، وخلي اللعبه هي جزء من المجالسه الى ان يحبها، ثم بعد ذلك نكررها ولا نثقل. شفت، حبها عيد، حبها عيد، حبها عيد، الى ان يهلك. لا دائما رقم ثلاثه التشويق. يلا الولد خلاص الحين روح ادرس، او روح اجلس مع والدتك، غدا اذا انجزت دراستك نلعب مره ثانيه. اقول له قصه او روايه، ما اكمل القصه الا لما نلعب نجري، او نعمل ضغط الذراعين او ضغط البطن. خلونا نتعلم هذا الفن. فهد ممكن تحط هذا ان شاء الله في البرنامج القادم، حلقه اسمها نحطها مقبلات التعامل مع الاطفال. بإذن الله. أقول لك السؤال دكتور، قول. ما الحل، أو عفوا يقول لك كيف ممكن أنمي عند ولدي القوة في مواجهة من يريد إلحاق الضرر به دكتور؟ طبعا أنا كأني أفهم من السؤال، الله يحفظه، القوة البدنية والدفاع عن النفس، صح؟ أنا أفهم شيء، أنت نعم تفهم شيء؟ إيه، سهلة سهلة بسيطة، مثل ما سبقنا، هذا تشوف لك مدرب، تروح تفتر على أندية القتال أو الدفاع عن النفس، تشوف أحد المدربين التربويين، بعضهم يكون عنده شهادة تربوية وهو متخصص، عنده الحزام الأسود أو عنده الرخصة الفلانية وكذا، وأقعد معه ونسوي اتفاق، والله ابني مواصفاته كذا وصفاته كذا، وأنا حاب أتعلم ولدي هذا النوع من الدفاع عن النفس، حركات المسك، حركات التثبيت، حركات الفك، لأن فيها آلاف الحركات وفيها فلسفات مختلفة، بشرط أن يكون هذا المكان ما في طقوس تعبدية، إنما حركات دفاع. وتستأجر للمدرب مرة مرتين يروح، أو 10 مرات أو كذا، كورس معين يعني فصل، ويتعلم ابنك هذا الأمر إذا احتاج له. الرماية، ركوب الخيل، من الأمور اللي تجعل في النفس قيادة الذات والقدرة على الدفاع عن النفس كذلك. هذا يعني باختصار شديد. نعم. سؤال دكتور يقول لك أو عفوا، ما الحل مع الأهل اللي ما يعجبهم أحد يتقدم لي بعذر أنه غير مناسب، وما ياخذون رأيي أحيانا في هذا الشخص دكتور؟ أشكر السائل، ربي يحفظك ويستر عليك وجميع بناتنا بنات المسلمين، ويرزقكم بالأزواج الطيبين الصالحين المصلحين المحبين لله سبحانه وتعالى ولديننا، ويحبنا والمحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله ربي يرزقكم. لكن إذا ما في، لا نستعجل يا بنتي، بناتي اسمعوني، بناتي تعال تعال بشوي يا بنتي، ما في أجمل من حضن الوالد والوالدة، يعزونكم ويشرفونكم ويخافون عليكم. الزواج هي مسؤولية،
إذا جاءت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام على الشروط اللي ذكرها، لا حياها الله. إذا ما جاءت ليس بالضرورة. الأبوين يحبون عيالهم، ما في أحد، اسمعوني، لو أنا قلت لكم أحب تصيرون أحسن مني لا تصدقوني، قد أقولها متحمس لكن ليست أصدق من ولدي، ولدي فهد ولا ولدي فيصل ولا ولدي حمد ولا ولدي ناصر ولا بنتي ريم ولا بنتي مزون ولا بنتي شيماء ولا أحفادي. الله يحفظهم لك دكتور. لما ذولا أنا أحب أن يصيرون أحسن مني، أحرم نفسي من اللقمة سعادة عشان أطعم عيالك، ما في مثل الأبوين بناتي. أما إذا منعوا عنك أحدا لأسباب، كل عائلة أو كل قبيلة أو كل عشيرة أو كل نمط أسري له ممنوع وله مسموح. فيا بنتي أنا أقترح عليك لا تزعلين وتضايقين، لأن إذا الله أمر يصير. قعدي يا الوالد الغالي، ممكن تشرح لي شنو نظام البيت في موضوع الزواج، أو تستحي من أبوك، مع الحياة طيب وكله خير، قعدي مع أمك، يما ما المسموح، والله حنا هذا النوع من العوائل ما نقبل، وما في داعي نقول لك ونغثك، لأن ترى يا بنتي لو قلنا لك جولك 10 ورديناهم تزعلي؟ طيب أنت ترضين نجيب لك واحد مثلا مدخن أو متعاطي أو شارب خمرة أو ما يصلي؟ لا يبي ما خلاص جانا واحد الشكل، ليش نغثك ونضايق خلقي؟ خلي يصير في تفاهم. نصيحة الآباء والأمهات، ما في بأس نقعد مع عيالنا إذا فعلا عندهم هذه الرغبة، يعني العارمة، نشرح لهم ظروفنا وأحوالنا. يعني الزواج لازم يصير فيه توافق حتى ينجح. يا بنتي تبين تتزوجين عقب أسبوع أسبوعين مطلقة، ولا عندك صعرورة هني في الراس بطحة على الراس من فلان؟ فوسعي صدرك وقعدي عند أهلك، وإذا جات النصيب ولقيتي يستاهل إن شاء الله ربي يبارك. أنا ودنا كل بنات يتزوجون، ولكن إذا وجد الرجل الذي يستحق وهو موجود، لكن إذا أتى إن شاء الله بإذن الله. سؤال دكتور يقول لك: ابني عمره 6 سنوات، كثير الضرب لأخته التوأم، وقد حذرته أكثر من مرة ووضحت له سوء هذا الخلق، لكنه مستمر بذلك ولا يتوقف حتى أضربه، يعني دكتور، رغم عدم تفضيلي لذلك، فما الحل معه؟ وأنت من الأشياء اللي قلتها دكتور اليوم، المعاقبة وهذه الأمور ما تشجع الأطفال، لكن شلون تعامل مع هذه الحالة دكتور؟ أنا ما أعتقد أنه يضرب أخته لضربها أو إيذائها، هو يلعب. لو سألناه قلنا أنت ليش تسوي؟ يقول أنا ألعب معها هي. فإذا عند ولد وبنت هذه لعبها غير، هذه تحط عرايس وتسولف معاهم وتحب ترسم وتحب تغني وتحب ترقص، وهذا يحب يتعافر ويتصارع. فإذا هي طاقة، لو لعبنا ساعتين هدينا حيله، سباحه، يلعب بالطين، يلعب بالتراب، ينقز، يطمر، يتعافر مع والده، ما عنده اصلا نفس يروح على اخته. فيا امي هذا الولد هو يريد ان يلعب. فاما انكم تلعبون العاب شديده حركيه تهد عيله هد مثل ما كنا احنا صغار، او يلعب مع ابوه، او ان نطلعه مع ابناء الحاره، ابناء عمومته، يعني نعمل لنا فريق بمعرفة الأمهات، بمعرفة الآباء، نحطه مع بعض ويلعبون مع بعض تحت عيننا وتحت إشرافنا، نشاركه في برنامج، هذا عنده طاقة. وبعدين خففوا يا أم عبد الله، خففوا الحلويات بس، خلاص الكعك مالكم وقفوه، تأكلونهم أكل، تدفزين بطاطا وبطاطا حلوة والبسكويت والكذا وحلويات، وبعدين الولد طاقة كيف يفجرها؟ امنعوا كل السكريات، هذا الولد منيع عن السكرات، صفر صفر، وقفيها لما يكون خلاص. يما اريد اعطيك في حاله واحده، قطعه واحده فقط، وما تمس ايدك. الامر الاخير، احنا نصنع لهم العاب، احنا نصنع لهم العاب يلعبونها فينشغلون بها ويحبونها عن الالعاب اللي هم الفوها وضايقوا نفسهم فيها. نعم. سؤال دكتور يقول لك: ابنائي اعمارهم بين 8 إلى 12 سنة، دكتور كيف ممكن اقوي صلتي بهم كأم وأكون صديقة لهم، لأن الأب جاف وبذيء اللسان معهم ويمنعهم من الخروج بحجة عفوا الخوف عليهم؟ شو أنا قاعد أدور كتاب، في عندي كتاب اسمه كيف نكسبهم، وأيضا وعندي مؤلف اسمه كيف أكون صديقة لابني. شوف كيف نكسبهم، هذا الكتاب، وايضا في اليوتيوب موجود شرح اذا حبيتوا، هذا ممكن يساعدكم في الكسب بشكل عام، خاصه في العلاقه البنويه والابويه. طبعا هني عندك 8 الى 12، ويعني الصله عباره عن 3 كلمات عشان اختصرها. الصله 1 حسن خلق،
يا ابو عبد الله، يا ام محمد، تعالي يا الغاليه، تعالي يا بنتي، تعالوا يا ابطال، تعالوا يا كذا. حسن خلق لما الابن يرى امه تعامله بكلمات لطيفه، ليس جرا او دفعا او شتما، يا ثور يا كذا يا طه، لا 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 لا. بعض الاباء والامهات لسانهم زفر ازفر من السمك يعني الخايس، لسانه وسخ، يحب عياله بس لسانه. لا، الادب، ادب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف كان، كيف يكلم عياله، وكيف يكلم الصحابه، كيف يكلم الغلمان والاطفال، شيء عجيب. فاذا رقم واحد في الصله حسن الخلق، تعامل معهم. رقم اثنين قضاء الحاجات، لما نقضي لهم حاجات ونعلمهم ونفهمهم وندربهم ونلعبهم، لما يلقون حاجتهم عندنا، القصه الروايه، هذه صله. الامر الثالث والاخير صناعه المناسبات او مواقف أو لحظات سعادة. وعليكم الباقي. سؤال دكتور يقول لك من إحدى الأمهات: ماذا تفعل الأم إذا رفض الأب أن يعطي الأولاد مصروف دكتور؟ السؤال هذا مبهم، يعني هل هو رافض يعطي مصروف شخصي؟ رافض يعطي مصروف أسبوعي؟ رافض يعطي مصروف شهري؟ أو لا يعطي نهائياً، بس يأكل ويشرب في البيت؟ هذا نظام البيت. إذا كان الأب يوفر لهم الطعام والشراب والملبس لكن دون يعطيهم نقداً، خلاص هذا النظام، هذا النظام. احنا كنا يوم كنا صغار فهد ما عندنا مصروف، ناكل بالبيت. مو نفس الان، ما شاء الله تبارك الله، تفتح الثلاجه تاكل طول اليوم. اذكر فهد موقف صار لي في احدى الدورات 2001، اتذكر بعد ما انتهينا من الافطار حوالي الساعه 8:30 الى 9، وبدانا الدروس وبعدين بدانا بالعمل. الساعه 11 جاني واحد من الشباب: دكتور جوعان، دكتور جوعان. قلت له: الغداء الساعه 1؟ قال: ما اقدر. يقول: تدري أول مرة أشعر بالجوع في حياتي؟ تدري فهد الشبسات في جسمه، كمية المخزون في جسمه تكفي شهرين ثلاثة من غير ما يأكل ويشرب؟ قلت له قال: أول مرة أشعر بالجوع. قلت له: ماذا تصنع؟ قال: كل في أي وقت أفتح الثلاجة وآكل، أنتم تجوعونا. طبعا في وجبة غدا وفي وجبة العصر وفي وجبة احنا نعطي 4 وجبات في اليوم. لا، هو يريد أن يقعد داخل فأكلها طبعا. انا وين رحت؟ انا اصلا نسيت موضوعي كله. إيه؟ إيه؟ نعم، المصروف. فهذا سياسه البيت، طالما الاب يوفر. يعني انا واحد يروح المدرسه مع شنطه فيها التوسته، فيها الجبنه، فيها كذا، ممتاز. انا كنت افعل هذا. تعرف فهد، انا الى ان قبل ما اتقاعد، انا تقاعدت من الكليه، ما انا من 4 سنوات تقاعدت من التدريس في الجامعه. تعرف كنت اخذ غداي معي علبه، وانا انسان يعني في الخمسينات من عمري، اخذ معي علبه. تعرف شنو غداي؟ كورن فليكس اللي من غير سكر، وعلبة حليب كاكاو. قبل صلاة الظهر أفرغ الحليب كاكاو على هذه وأخلطها مع شوية سكر كذا كذا، أتغدى وبعدين أروح أصلي الظهر أكمل محاضراتي. فلا لا، أبنائي بناتي، إذا نمط الوالد يوفر لي ما أريد لكن أخذ عيني وليس مادة، هذا نظام البيت. إذا حب يعطيني شهري ممتاز، حب يعطيني أسبوعي ممتاز، حب يعطيني يومي، ما أراد، على الأقل أقول للوالد: أنا أحتاج مصروف حتى آكل، أو أحتاج مرة في الأسبوع أعزم صاحبي ويعزمني. ما سنجده متفهما. ممكن يقول لك: حياه الله يجي البيت نذبح له ذبيحة. أوه ما شاء الله، أي طبعا، بس نقدي هو له أسبابه. فإذا استطعنا إقناعه بأن يعطينا نقدا كان، بأن لم يكن على الأقل نحصل على ما نريد عينيا، وهذا انا اشوفه افضل. نعم. الطفل تتوفر له الوجبه الطيبه حسب رغباته، نطلع مع بعض الى الجمعيه او البقال ونشتري مع بعض، اخذ ابني معي ونشتري مع بعض. ماذا تريد؟ اشتر. ونحطه في البيت ياخذ معه، هذا اجمل. نعم. وافضل من ان نعطي نقدا وتضيع منه، او لا يحسن الشراء، او لا يحسن كذا، بالعكس هذا افضل وانفع ان شاء الله. دكتور باقي 5 دقائق، تبي تذكر الابتسامه واسباب؟ لا لا، عطى 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 ولا عطى سؤال. يلا، عشان يصير وقت قصير، عشان يصير وقت قصير وما اشرح، ما اشرح يعني لان اسراري الشخصيه حرام عليك. خلاص خلاص، ما خليتوا فيني شيء يا فهد. خلاص. دكتور سؤال يقول لك: انا اعلم طفلي دور ال7 عوام اللي يضربك اضربه، هذه قاعده بالنسبه له، لاني اعتقد بهذه الطريقه يستطيع ان ياخذ حقه في ظل غياب دور الاداره الفعال في المدارس، فهل هذا صحيح دكتور؟ احنا نعلم الطفل: امنع من يضربك، وليس اضرب من يضربك. حلوه؟ نعم.
نصحح. إذا ماذا نصنع؟ نصحح المفهوم. امنع من يضربك. لا تسمح. أنا حين أقولها أبنائي بناتي، لا تسمحون لأحد يضربكم، امنعوهم. لكن كيف نمنعهم؟ سلام على أبو عبد الله وأم عبد الله هني، وأضفنا في الحلقة الماضية أبو خالد وأم خالد. هنا نحط عندي قاعدة أنا اسمها وعد، اسمها وعد، تعليم البنين والبنات منع الضرر على أنفسهم. بالعكس أنا أحب هذا وشجع عليه. إذا حبيت ممكن نفرد لحلقة، هذه قاعدة أصلاً أصيلة عندي نعلمها إحنا أبنائنا المصابيح في النادي. فإذا رقم واحد نحسن اللفظ، نقول امنع، لا تسمح لأحد يأخذ أغراضك أو يضربك أو يشتمك أو يهينك أو يحبسك في مكان. تالي نعلمه أن في أماكن ما يضرب فيها الطفل لو كان قاعد أمام المعلمين يضربه، لكن لو ذهب خلف المقصف أو خلف المباني عند المدخنتية وعند المنحرفين وعند المتحرشين جنسيا سيضرب. لكن عندما أكون عين المعلم علي والمراقب علي ما يقدر يلمسني. فإذا علمه أن يتواجد في الأماكن السليمة. رقم اثنين، علمه يصرخ إذا حد قرب منك. عطى الصيحة، الصيحة المدوية ببيها، خلى يهج، علمه. رقم ثلاثة، علمه أنه يروح يشتكي، علمه يفرد صدره يقول له ابعد ابتعد، ترى أنا متدرب ويدير بالك راح مديت إيدك راح أكسر لك. علمه، لكن اضرب اضرب. ممتاز أبو عبد الله، ابنك ضرب واحد ثم عادها له وطلع هذا حنفيش، الله معطيه قوة، قام هدم ابنك، هدم ابنك تهديم، فقع عينه يعني، شطف خشمه، خلع إذنه، كسر سنه. ماذا نفعه؟ اضرب يضرب، ماذا نفعه؟ ولا إذا ابنك هو الرجل الحديدي. فإذا نعدل المفهوم ونعطي وسائل بديلة متدرجة ونسوي عليها بروفة في البيت، تدريب، يلا أولادي نعمل بروفة الآن تمثيلية، جالك عمل كذا، امسك إيده طلع إيدك، يا سلام. لكن لا تخلي أول ما مسك إيدك روح عند المكان الضعيف طلع إيدك، قول ابتعد، وابتعد أنت، سحب، علم ولدك. لكن اضرب يضرب معناته ابنك راح فيها. الإصرار دكتور، الأسرار، الابتسامة لها أسرارها السبعة، ذكرتها في حلقة منفردة لذلك، وهي قاعدة أدرسها للجميع لمن أحب، خاصة بنائنا المصابيح، درسناها على سنتين. لماذا محمد فهد محمد عبد الله ثويني يبتسم؟ رقم واحد من أسراري، لأن أمي مريم الله يرحمها هي علمتني الابتسامة. لا أذكر أني جلست معها في جلسة ما ضحكت، حتى لما شلت شلل نصفي ثاني أو ثالث يوم أنا أشيلها على صدري وأمشيها بجسمي تطيح وتضحك، فأظنها موروثة. الأمر الثاني، أنا أضحك لأعيش، أبي أعيش. وجهة نظري الابتسامة أهم من الطعام والشراب، لأن إذا لم يتوفر الطعام والشراب خلاص الابتسامة تقتله، لكن الغضب والخوف وغير من الأمور تخلي الإنسان يزداد. فالابتسامة أنا أستخدمها حتى أعيش من غير تفاصيل زيادة. السر الثالث، الابتسامة هي مفتاح التغيير. يا سلام، يلا بقول شوية بزيد بالسر. أبنائي بناتي، الموقف، أي موقف في حياتك، أي تواصل، أي اتصال، أي موقف مع زوج، مع ابن، مع أب، مع معلم، بالسيارة، بالشارع، مع كلب، مع قطة، عبارة عن فكرة وانفعال وحركة. اللي الناس أسهل طريقة للتغيير إن أخلي الموقف هذا إيجابي إني أنا أعمل حركة غير. ثاني طريقة ألغي الفكرة وحط فكرة بديلة. أصعب شيء الانفعال، إني أغير انفعالي، أنا قاعد أبكي أحوله إلى تبسم. الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى علي، يا الله يا ربي لك الحمد والمنة، تعيني يا رب إني أشكرك على النعمة. دربت نفسي على أي حال أكون، غضب، خوف، حياء، حزن، أبتسم وأشيل هذه خليها وراي وأعيش. فتعلمت الأصعب، أني أنا إذا أردت أن أغير موقف أبتسم فيتغير الموقف، حتى لو كانت جريمة قتل. أقول لكم موقف أخير أختم فيه، وأنا كنت في دورة من الدورات، كنت في السعودية، كنت في جدة. الدورة عبارة عن ساعتين استراحة وساعتين، صح؟ في الاستراحة جاتني مكالمة، توفت عمتي الله يرحمها، وكملت الدورة الله يرحمه وترى متلسمين جميعا، ولا درى أحد
كل المتدربين اللي كانوا موجودين بعد ما انتهينا قلت لهم اعتذر منكم المساء لن اكمل معكم. قالوا ليش؟ احنا نكمل الدوره. قلت توفت عمتي الله يرحمها ويجب اذهب الان لادي واجب العزاء، اريد ان اسافر. ما حسوا طبعا. ليش؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ابتسامه واثرها، ليست هي مجرد رسمه على الوجه انما منهج حياه. فعلمت نفسي وتوفقت بفضل الله سبحانه وتعالى، مو دائما لكن من 10 مواقف 6 7 منهم استطيع ان اقلب الموقف بمجرد التبسم. هاي 3 اسرار شخصيه استخدم منها الابتسامه حتى اقدر اعيش. اقول لكم سر رابع بس ما تزعلون. تفضل. عشان دام فضلك عشان اتحملك واتحمل الجمهور اللي وراك. انت ما يتحملكم. من ما يتحملكم انتم؟ هالاسئله، هالكلمات، هالانتقادات، اللي يسبوننا، اللي يشتمونا، اللي يطعنون فينا، اللي شلون يتحملهم؟ ابتسم، خل الدنيا وراك، اسال الله سبحانه وتعالى ياجرني وياجركم، قول امين. انا المفروض اقول لا كنت دكتور. ملخص حلقتنا لليوم يا سلام يا سلام يا سلام، شو شو خلي ابتسامه حلوه كذي جميله وخلينا نستمتع انا وياك. فهد انت زعلت؟ لا طبعا. حسافه يا ليتك زعلت. عشان اراضيك عشان اراضيك ما تبي اراضيك؟ بعد الحلقه دكتور شنو ملخص؟ خلاص راحت الفرصه عليك، راحت الفرصه عليك. اي الحمد لله. خلاص نختم ان شاء الله. اي ملخص حلقه اليوم، اذا عندك طفل كرم ذاته. كرم ذاته، كرم ذاته حتى تكون له قيمة ولا ينساك، إلى أن يقول إلى قبل مماته يقول الله يجزي خير الوالد الوالدة المعلم المعلمة المدرب المشرف صاحبي كرم ذاتي جعل لي قيمة، والله سبحانه وتعالى هو المعز وحده لا شريك له ولا رب سواه. نعم. عنوان حلقتنا القادمة دكتور شنو؟ كسر الظهر. كسر الظهر راح يكون إن شاء الله عنوان حلقتنا يوم الأربعاء الساعة 8:45 بتوقيت مكة المكرمة. عندك أي شيء ثاني تبي تضيفه دكتور؟ أختم. شكرا لك يا فهد، أشكر الله سبحانه وتعالى ثم ابني فهد ثم المتابعين على متابعتكم وأسئلتكم الجميلة، وتباعا تدول الأسئلة إن شاء الله ومن الفريق ابتسم وتعرض خلال الحلقات القادمة. وهذه تحية فريق ابتسم، إلى نلقاكم على خير، ونحب نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.